احنا كشركة الماس الأزرق في العراق وكلاء شركة ميفاك من سنة 2020 سجلنا أول منتج للـ H5 للقاح المخصص للإنفلونزا الطيور في سنة 2021. حقيقة هذا اللقاح أثبت جدارة في كمنتج وساهم بشكل كبير في السيطرة على مرض الإنفلونزا الطيور عترة الـ H5 والـ H9 في العراق، وحصلنا على نتائج ممتازة. بعد ذلك بدأنا بتسجيل عدة آيتمات. الآن نحن معنا 8 منتجات من شركة ميفاك داخل السوق العراقي نعمل فيها، وحققت نتائج ممتازة، والآن ماضين إلى نهاية السنة حيكون معنا 10 منتجات بإذن الله مسجلة وحتكون داخل السوق العراقي للمساعدة بالسيطرة على الأمراض. طبعا العمل مع شركة ميفاك كان ممتاز جدا وسهل، لأن الشركة باعتبار أنه من المنطقة استطعنا نحصل على عطر مشابهة للعطر اللي موجودة في العراق، وساهمت بشكل كبير بالسيطرة على مجموعة من الأمراض اللي متواجدة في بلدنا كالعراق، وما زلنا في تعاون مستمر على إنتاج منتجات جديدة ممكن أن نساهم بالسيطرة على أمراض ما زالت موجودة وتسبب مشاكل كبيرة. طبعا الآن العمل مستمر مع الشركة بإنتاج منتجات أخرى بإذن الله حيكون لها دور في ومساهمة كبيرة في السيطرة على الأمراض ووبائية الأمراض اللي موجودة داخل العراق.